سلامك بدات لاباس عليكم، صحيحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم الصحه والسلامه باش ما كتمنوا ان شاء الله ما تديوش على هذه الدره هذه. يلا خرجت من الدش وقلت ضروري نبارطاجي معكم هذه الوصفه هذه الكبيدات ديالي. بزاف ديال الناس في رمضان ما تيقدوش ياكلوا، كتمشي لهم الشهيه، كيعياو ما يوجدوا، ما كيحط الطبله، يلا كياكلوا شويه وكيرجعوا للور، ما كيقدوش ياكلوا. في السحور ما كتكونش عندك الشهيه بطبيعه الحال، ما كتاكليش. شنو كيوقع لك ملي كيوصل العيد؟ ملي كيوصل العيد، سمحوا لي، ملي كيوصل العيد كتوصلي كتولي يعني هي هذيك بحال ستيلو ضعيفه بزاف بزاف بزاف. هاد الوصفه هادي زوينه بزاف، غادي تفتح لكم الشهيه، غادي تكبر لكم المناطق الانثويه بالنسبه للبنات اللي باغيين يكبروا المناطق الانثويه. غادي نقول لك اش غادي نقول لكم، غادي تحمر لكم الحنيكات، غادي تعمر لكم الحنيكات حتى هما ما شاء الله زوينه بزاف، راه غادي تحمقكم البنات. ولكن راه ضروري ضروري انكم تتبعوها كل نهار، ماشي ديريها نهار نهار لا نهارية ونهار لا لا، ضروري انك تتبعيها يوميا خلال هذا الشهر ديال رمضان. وان شاء الله منين يخرج رمضان ويوصل العيد الله يوصلوا علينا على خير وبخير يا ربي، غادي تولي دبدوبه ان شاء الله، غادي تولي ما شاء الله. بعدا تا لبستي جليبه ولا قفيطين غادي يجي معاك زوين. هاد الوصفه هادي راه سهله البنات، راه موجوده في اي دار، ما غادي تخسريش شي حاجه يعني غاليه ولا هادي، راه رخيصه بزاف وغادي تكبر لك المناطق الانثويه وغادي تزياني ليا وغادي تغلاضي ليا. نتمنى هاد الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، وما غاديش نطول عليكم الكبيدات ديالي، غادي ندوزو نيشان الوصفه ما تزفاوش ديالي. الوصفه هي هادي، عندنا هنايا الزبيب الاسود، او الزبيب الاسود ها هو، وعندنا هنايا الحلبه. الحلبه البنات غادي تقول لي اين حلبه؟ راه الحلبه البلديه، ضروري ومؤكد تكون الحلبه بلديه. وبطبيعه الحال عندنا هنايا كاس ديال الماء غليان، راه غليان البنات، هذا هانتوما كما كتشوفوا راه مندي، هانتوما قديتش كاع نهزو. وبطبيعه الحال هنايا واحد الكاس خاوي. هاد الوصفه هذه البنات بالنسبه للناس اللي ما تيقدوش ياكلوا في رمضان، الناس اللي عندهم الشهيه مسدوده، والناس اللي كيعياو ميوجدوا في الاخر ما كيحطوا الطبله، يلا كياكلوا غير شويه وصافي كتسد ليهم الشهيه. ما تيقدوش ينوضوا السحور، يعني ما كايناش الشهيه، الشهيه مسدوده في خطره. هاد الوصفه هادي راه غادي تنفعكم بزاف، غادي تزيد لكم في الوزن، غادي تفتح لكم الشهيه. اش غادي نقول لكم؟ راه غتزيدكم في الوزن وغادي تبقاو غير تاكلوا تاكلوا تاكلوا، ما غاديش تحبسوا، وزوينه بزاف بزاف، غير جربوها وما تعكزوش. اول حاجه هنايا البنات غادي ناخذوا هاد الكاس هذا خاوي بحال هكا، وغادي ناخذوا قياس غير ملعقه صغيره، قياس بحال هكايا، قياس ديال هاد الملعقه. شو انا دار ليا لوزه مع الزبيب، ناخذوا هاد القياس هكايا بحال هكا صافي، وغادي نشدو هنايا قياس واحد الملعقه صغيره بحال هكا، غادي نزيد واحد شويه بحال هكا، هايا غادي نزيد شويه هنايا صافي. وغادي نشد هاد الماء غليان وغادي بحال هكدايا، وبطبيعه الحال غادي تغطيوه بشي حاجه، بشي طبسيل ولا بشي حاجه عندكم، كما قلت لكم ما تغطيوه بشي حاجه هنايا باش هذيك الزوج الطياره ما تمشيش هكا. غادي نشد انا هاد الزليفه هادي ديال الفلون، غادي نديرها بحال هكدايا، وغادي نسدوها البنات، وغادي نخليها نتوما كتشوفوا الزجاجه كيتضبط باش تعرفوا راه الماء غليان، الماء سخون وصافي البنات. غادي نخليوها هكا ملي تكوني كتوجدي الفطور ديالك، غادي ديريها وتنسايها، خليها منين تفطري شربي كاس، شربي كاس. بغيتي تشربيها قبل شربيها، غادي تفتح لك الشهيه غتبقاي غير كتاكلي. غادي نقول لك راه اي حاجه لقيتيها قدام غادي تدوزي عليها. منين يودن الاذان ديال الفطور ديال المغرب، زعما ديال المغرب، غادي تشرب، غادي تصفيه وغادي تشربي هذيك الماء ديالو، غادي تشربي هذيك الماء ديالو. وعاوتاني منين تفطري وتسالي عاوتاني غادي هنايا البنات راه درت بزاف، ها نتوما شتو هنايا، راه هنايا كثر هنا غادي تصفيه، غادي يعطيك هنايا جوج كيسان ديال كيسان العنبه، غادي تشربي غير كاس ديال العنبه البنات هنايا، غادي تصفيه، غادي تشربي كاس منين يودن الاذان، وغادي تشربي كاس منين تفطري،
منين تفطري؟ صافي اش غادي نقول لكم البنات، راه غادي يجيكم واحد الجوع واحد الجوع واحد الجوع. ما نعاودش لكم، راه هاد الوصفه زوينه بزاف، غادي تفتح لكم الشهيه، غادي تزيدكم في الوزن، غادي بالاخص بالاخص غادي تزيد في المناطق الانثويه. وكما عارفين الزبيب بانه تينفخ حتى الوجه، يعني كيعمر حتى الوجه. زوينه هاد الوصفه، الحلبه راه غنيه عن التعريف، كلشي كيعرف الفوائد ديال الحلبه بانها كتفتح الشهيه وكتعاون في الزياده في الوزن. هاد الوصفه هادي راه الطب ديال الطب البنات، راه خاصها المداومه، راه منين ان شاء الله يجي العيد الصغير غادي تكوني دبدوبه ان شاء الله، غادي تزادي في الوزن ان شاء الله، وغادي ما شاء الله غادي تولي من الوصفه، يعني غادي توصلي لهذاك الوزن اللي انتيا كتحلمي به. منين توصلي لهذاك الوزن اللي انتيا باغاه صافي قطعيها البنات، راه واخا كتقطعيها، راه واخا كتقطعيها ما غاديش تضعفي وما غاديش ترجعي يعني الوزن ديالك اللي كنتي فيه، غادي تبقاي كما انتيا. راه الوصفه طب ديال الطب البنات. المهم انا ما بخلتش عليكم في هذا رمضان هذا، شاركت معكم هذه الوصفه هذه. الكبيدات ديالي مبروك عواشركم، وكنتمنى الوصفه تعجبكم وان شاء الله تعطيكم النتيجه زوينه ان شاء الله. وكبيدات ديالي الناس اللي جربوها ما تنساونيش انكم تخليو ليا التعليق، انت تعليق زوين. وكبيدات ديالي ما تنساونيش بواحد اللايك، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده على الجميع. المهم هذه هادشي اللي كاين، وشكرا لكم بزاف، ومع السلامه. فيديو جاي ان شاء الله، ما تنساونيش لايك. المهم الكبيدات ديالي هذه هي الوصفه اللي بارطاجيت معكم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انكم تحبوها وتتبعوها البنات، راه ما غاديش تندموا، غادي تعجبكم، راه غتفتح لكم الشهيه وغادي تبقاو تاكلوا. وراكم عارفين رمضان يعني الا ما درتيش شي وصفه اللي تفتح لك الشهيه راه غتولي بحال ستيلو. يعني صبري 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 وتبعي هاد الوصفه هذه، راه حتى واخا كديري لها الماسخور ما كتوليش مره، عادي المذاق ديالها عادي، حتى داك الزبيب كيطلق شويه ديال الحلاوه كتجي زوينه كتجي بنينه، يعني ما غاديش تندمي زعما غتجي مره ما غاديش تعجبك، غير جربيها راه غادي تعجبك. صافي غادي تبقاي ديريها، غادي تفتح لك الشهيه اختي، وغادي تبقاي تاكلي اي حاجه لقيتيها قدامك، غادي تدزي عليها ما غادي تبقاي تخلي لهم والو، كل نهار غتبقاي تطيبي. المهم كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم الكبيدات ديالي، ما تنساونيش بواحد لايك زوين بحالكم، باش انك تبارطاجي الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم والناس اللي باغيين يتزادوا في الوزن. ان شاء الله ما يوصل العيد حتى تولي هكا كديري تولي فنه 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 فنه. المهم هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تهلاو ليا فراسكم، ورمضان مبارك سعيد، باي باي، فيديو جديد.